السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم واحد البروجي، يعني بروجي تبارك الله فيه من الدار. يعني هذا البروجي هذا أنا بغيت ندير ليه الميطري، ولكن ميمكنش لي أنا ندير الميطري لواحد البروجي ومازال الناس مفاهمينوش. يعني واحد البروجي اللي بغيت نخدمو بالأخص إلا كان إيميبل، يعني في اكثر من 400 متر كاري 500 متر كاري، ممكن شي انا صافي نحط البلو ونبدا خدام متر. يعني خاصني نفهم اش ممكن في داك المتر، بس نشوف لا سيتوياسيون كيفاش دايره مزيان. يعني ايموبل، يعني ايموبل يعني كنظن انا في ار بلس 4 الى جمع الديتاي وقف ار بلس 4 مزيان. عندي هنايا قرات شوسي pH étage grand et les étages fondation pH 8 sanitaire. Il y a détaillé les semaines et le gros béton. Nous y sommes. Nous allons voir étage par étage. Là, je me suis connu de mes mètres. On va aussi mouchkin. Et nous allons voir la prochaine vidéo. Et nous allons voir un mot ou un mot. Nous allons voir pH rétrocé. يعني اش كنشوفو هنايا، عندنا بلون كوفراج، يعني عندي لي بوتخ لي بوطو، يعني ما عندي حتى شي حاجة جديدة، يعني تخي سامبل، يعني كي هو بلون عادي ما فيه حتى شي حاجة. هذا بي اش ريتشوسي، نمشيو لي بي اش ايطاج كورون. يعني فاش كنقول بي اش ايطاج كورون، يعني كنقصد بروميام دوزيام تخوازيام كاتريام، يعني لي زيطاج كاملين بحال بحال. كنلاحظ نفس الشيء، يعني بلونط كوفراج عادي ما فيه حتى شي حاجة، عادي ما عندنا لي فوال لي بوطو لي بوتر لي بي ان لي بوتر مويي ما كاين حتى شي حاجة. ولكن بيت القصيد فين كاين؟ حاولو نشوفو فونداسيون تاعي. كنظن راه فونداسيون عادية ما كاين حتى شي حاجة، يعني تخي سامبل، يعني فونداسيون عادية. ولكن بيت القصيد فين كاين؟ البيت القصيد عندنا هنايا، يعني واحد الحالة اللي كنظن أن أغلبية لي ستاجير ما عارفينهاش، نحاولو نشرحو هاد الحالة بالديطاي. كيف كتشوفو هنايا، يعني البروجي ديالي فاش درنا دي سيميل درنا واحد رومبلي سيليكسيون، ولكن هنا كتلقى فيد سانيتير. شنو هو بعدا فيد سانيتير؟ فيد سانيتير يعني تكون عندنا واحد النيفو كبير، ولا كتكون عندنا واحد الحالة ان الارشيتكت والبيروديشيت هما اللي عارفين علاش خلاو لينا واحد فيت سانيتير. فيت سانيتير يعني كندوزو من على سينيسمون ديال الايموبل، وغالبا كدار الا كان عندنا النيفو القدامي ماشي بحال النيفو اللوراني ديال الايموبل، او الا كتكون عندنا شي حالة اخرى. يعني الارشيتكت والبيروديشيت هما اللي عارفين علاش. هي حاليا في لي بروجي اللي كاينين دابا مابقاش كيدار رومبلي، يعني أكثرية لي بروجي كاين فيد سانيتير، أكثرية لي بروجي حاليا عاد فيد سانيتير. مزيان، إلا لاحظتو واحد القضية هنايا، يعني واحد وهادي واضحة، هنا كنشوفو التخطوار في لابارتي فيد سانيتير، عندي التروطوار هنا، في البلاصة لي غنروبليو عندي التروطوار هنا. يعني هاد النيفو اللي كاين هنا ماشي هو النيفو اللي كاين هنا، يعني من هنا شنو كنفهم؟ بلي راه الايموبل ما عندوش نيفو واحد في الدلاج. يعني هذا راه هو الدلاج ديال هاد لابارتي، هادي هي الدلاج ديال الايموبل من الجهة القدامية. الدلاج عفوا البي اش بي سانيتير ديال الايموبل من الجهة الاخرى هي هادي. اذا واحد القضية نشرحوها، الا خدينا هاد النيفو مثلا بين الايموبل ديالنا وخدينا هاد النيفو كامل، علاش هنا درنا فيت سانيتير؟ هاد الايموبل الا خدينا هاد النيفو كامل حتى هنا، اذا البي اش ديالنا غتولي تحت من التروطوار، اذا ما يمكنش خاصني ندير فيت سانيتير ديالي. علاش ما نطبق نطلع على التروطوار ديالي؟ مزيان، هادي الحالة الاولى. يعني هاد الامور كاملة خاصني نفهمها قبل ما ندير المتر ديالي. يعني هنا عندنا لي سيليكسيون هنا فيت سانيتير، هادو لي كوب ديال البلون. مزيان، نحاولو نمشيو نشوفو بي اش فيت سانيتير. مزيان، اذا الهضره اللي قلت
هاد البلون هو اللي كيأكدها ليا. عندي هنا بي اش في تسانيتير، يعني كتشوف واحد بي اش في تسانيتير كيكون كيف قلنا كيكون تحت منها خاوي، كندوزو لاسينيسمون ديالنا تيكون فيد، عكس لا كان عندنا الطالاس تيكون رومبلي. اذا داك الفيد باش كنديرو حنا كنديرو انه بالبوتريل الوردي، يعني كيف كتشوفوا هنا عندنا البوتريل الوردي هنا عادي، عندنا لي لونغرين مازال عندنا لي لونغرين، عندنا لي بوطوم يعني عادي، يعني بحال يعني بحال شي فونداسيون مبتذله مزيان. ولي كيزيد يأكد أكثر كلامي، هنا عندنا جوج بليس دو ترونت، يعني باش طالع هنا على نيفو زيرو زيرو، وهنايا بليس زيرو كاطرون فان، يعني هنا باش كنفهم البون ديالي. نحاول نشوفو اوتر اليمون، فيون بو فوا اليفاسيون، كنظن هادشي لي كاين. هدا هو الفرق اللي كاين، هو هاد البي اش في سانيتير عندنا هنا على بروجي واحد مزيان في فيت سانيتير وفي رومبلي سيليكسيوني. ان شاء الله نحاول نديرو ليه الميطري ابتداء ان شاء الله من غدا. غنحاول نبداو في البيطون دو بروبريتي، نبداو في كرو بيطون، نبداو في لي شيناج، نبداو في لي، وان شاء الله من بعد نحاول نخدمو بوردوزيزاسيون. واحد الملاحظه كنأكد هنا في هاد لي بروجي الكبار، راه ما تيكونش عندنا لي فون ريكول لي فون اون بلاماس، يعني كان كيفاش الطريقه ديال الحفاظ ديالنا. يعني مثلا هادي هي الفونداسيون ديالنا، هادي هي الفونداسيون ديالنا هي هادي، يعني كنشدو من هاد البلاصه هادي، يعني الطول ديال البروجي في العرض ديال البروجي، وكنهبطو على النيفو اللي قالنا اللابوراتوار لو بونسول ديالنا. في كاين لو بونسول، ما كنديرو لا لي فو ريغول لا فو اون بلاماس حتى شي حاجه، كنحفرو البروجي ديالنا على نيفو واحد. مثلا عندنا 13 متر و5، 13 متر و60، كنضربوها في النيفو اللي عطانا اللابوراتوار على انه بونصول. كنتمنى هاد المعلومات تكونوا استفدتوا منها، وان شاء الله غدا غنبداو في المتر ديالنا باش نحاولوا نساليو هاد البروجي هذا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.